لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا، أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف. شوف مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ احنا بإعلان إذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف انه الفايبر بسرعة البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. من ستين بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب، وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من ستين بنوفر سوا وبنفرح سوا، ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار، 9000 دولار كل اسبوع، وشهريا 60,000 دولار. وفروا اربحوا على طول، وجائز تاني بنص مليون، كل جائز ربع مليون دولار كل 3 شهور. افتحوا حساب توفير أو غدوا حسابكم ب $200 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى، مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى. وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع عزيزة حكاية إبداع وتطوير، يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة، من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة.
صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتم عم تسمعونا. تحياتي الصباحية للجميع ولكل من يسمعنا عبر شبكة وطن الإعلامية أينما كنتم. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، هذا اليوم الخميس الرابع من أيار للعام 2023، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. بالخير وبتحية الوطن فلسطين، نحييكم. تحية القدس العاصمة، تحية نابلس جبل النار، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. صباح الخير لكم أينما كنتم من طاقم عمل البرنامج، الزملاء خالد إنجاز، محمد زاغة في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ترافقنا سحر حنني من التنسيق، ومن ريم العمري في الإعداد والتقديم. الاحتلال هو الإرهاب، احنا بدنا حريه، احنا شعبنا بها. تشاهدوننا وتتابعوننا عبر منصات شبكه وطن الاعلاميه، على شاشه تلفزيون وطن، عبر اذاعه وطن اف ام على الموجه 99.2، عبر وكاله وطن الانباء مباشر على موقع الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكم جميعا عبر الفيسبوك مباشر، ولكل من يتابعنا ارقام الهواتف 02-2966195 سنبدأ بالطبع من آخر المستجدات والأحداث في نابلس وهذا الاقتحام صباح وفجر هذا اليوم للبلدة القديمة لنابلس، تحديدا حي الياسمينة، خلف حتى اللحظة عدد من الشهداء والإصابات. الحصيلة التي وصلت وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة هي 3 شهداء استشهدوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها ومحاصرتها منزلين في البلدة القديمة، وقامت بمحاصرة حصارتهما. طبعا وفقا لما أعلنته الصحة، فإن 2 من الشهداء 3 قد شوهت ملامحهما بالكامل، مما يجعل من الصعب التعرف على هويتهما. إذن مجزرة ارتكبها صباح اليوم الاحتلال من خلال تسلل قوة من الوحدات الخاصة للبلدة القديمة في نابلس ومحاصرته لمنزلين، الأمر الذي أعقبه اقتحام واسع للمدينة. قوات الاحتلال قصفت المنزل الذي حاصرته بالصواريخ ودمرته، ما أدى إلى استشهاد عدد من الشبان. حتى اللحظة تم التعرف على 3 شهداء 3 جثامين. بحسب مصادر عبرية، الشهيدين هما اللذين نفذا عملية الأغوار، هكذا ذكرت مصادر الاحتلال العبرية هذه العملية التي قتلت فيها 3 مستوطنات الشهر الماضي. المصادر أشارت أيضا إلى أن شخصا ثالثا ساعدهما كما يقولون على التخفي، وأيضا قضى معهما. انسحبت إذن قوات الاحتلال الآن من مدينة نابلس، لكن الإصابات والشهداء لم يتم بعد بشكل نهائي حصر عدد الشهداء. نابلسهم أبكوكي وتزاحموا يحموكي، أفنوا الحياة رخيصة ليغار من عرفوكي. صف الدخيل محمدا، فدم الشباب تمردا، قد كان ضيفا مسرعا وغدا لأرضك سيدا. يا حارسا ومقاوما ومرابطا ومنادما، جرزي متبني فخرها ليظل طيفك ملهما. Oh.
إذن صباح مؤلم، صباح حزين، صباح معبق برائحة الدم ورائحة الشهداء. نابلس في الواجهة كالمعتاد، نابلس هي العنوان كالمعتاد، نابلس هي تتصدر هذا اليوم كالمعتاد. اقتحام الاحتلال الذي كان قد هدد بشن حملة واسعة شمال الضفة الغربية هذا الصباح، تقريبا في الساعة 7 من صباح هذا اليوم قامت قوة من الاحتلال بلباس مستعربين، قوة من الوحدات الخاصة، باقتحام البلدة القديمة في نابلس. بحسب شهود عيان يعني تم تشويه الشهداء، يعني من الصعب التعرف حتى على وجه أحد الشهداء بسبب يعني قيام الاحتلال باستهداف الوجه وتشوهت معالمهم، وبالتالي الأسماء حتى هذه اللحظة لا نستطيع تداولها حتى التأكد 100%، رغم أن الاحتلال قام طبعا بنشر أسماء عبر وسائل الإعلام العبرية. نحاول الوصول أيضا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني حتى يعطينا الصورة الواضحة والكاملة عن الإصابات وعن الوضع بعد انسحاب قوات الاحتلال. هناك أخبار تتحدث عن اغتيالهم بطائرة مسيرة مفخخة، يعني للآن طبعا لم تتضح الصورة بشكل كامل، يعني دائما هذه الأمور تتضح بعد انسحاب الاحتلال بالكامل، وبوقت يعني معين يتم معرفة كل هذه التفاصيل. 3 شهداء حتى اللحظة. الاحتلال يقول هم من قاموا بتنفيذ عملية الأغوار التي قتلت فيها 3 مستوطنات. هذا الـ يعني ما ترشح عن سلطات الاحتلال حتى هذه اللحظة. طبعا هذا الأمر تم بعد محاصرة المنزل الذي كان به الشهداء. هذه التفاصيل التي وصلت حتى اللحظة. وزارة الصحة تقول ارتفاع عدد شهداء العدوان على البلدة القديمة إلى 3 شهداء. 3 شهداء، 2 من الشهداء تقول وزارة الصحة تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم، ما يصعب معه التعرف على هويتهم. لذلك التأني في نشر الأسماء مهم في هذه اللحظة، والأفضل الانتظار والتريث حتى تتضح الصورة بالكامل. لكن كان هناك إعلان مشترك من قبل الناطق بلسان الشباك والمتحدث باسم الاحتلال وجيش الاحتلال، حيث وصف هذه العملية أنها نشاط مشترك ما بين الشباك والجيش في منطقة نابلس. وكما يقول تم تصفية نشطاء من حماس. هذا البيان، كانوا مسؤولين عن هجوم إطلاق نار بالقرب من مستوطنة الحمراء في وادي الأردن بحسب بيان إذن الشباك وجيش الاحتلال. بدأت كما يقول جهود استخباراتية وعملياتية كبيرة من قبل الشباك وجيش الاحتلال، ما أدى إلى تحديد موقع الشقة المتواجدين فيها في القصبة في نابلس، وتم استهدافهم في الصباح الباكر بعد مداهمة البلدة، وفي تبادل لإطلاق النار قتل ناشطين كما قالوا، بالإضافة إلى ذلك قتل 3 وكان أحد كبار مساعدي المطلوبين، والعثور على بندقيتي M16 وكلاشينكوف في شقة المطلوبين. Thank you.
رجالك جاية ما بلشت انت الآية. الصور التي يتم تداولها مؤلمة للغاية، يعني صور جدا مؤلمة، مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذن نتحول في هذه اللحظة إلى السيد أحمد جبريل، مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في فرع الهلال الأحمر في نابلس. أستاذ أحمد صباح الخير، أهلا بك معنا. إذن يعني مجزرة ارتكبها الاحتلال هذا الصباح في البلدة القديمة بنابلس، هل لك أن تخبرنا عن يعني وضع الإصابات والشهداء؟ هناك عدد من الشهداء كما وصلنا وكما أعلنت وزارة الصحة، هل انتهت عملية انتشال الجثامين؟ كيف هو الوضع والصورة الآن؟ يعني بداية أنا أترحم على أرواح الشهداء، وهذه ليس المجزرة الأولى ولا الأخيرة في هذه المحافظة. قوات الاحتلال استهدفت محافظة نابلس بشكل كامل وبشكل يومي. اليوم كان الوضع صعب جدا، قوات الاحتلال دخلت بشكل مبكر أثناء توجه طلاب المدارس إلى المدارس. هذه المدارس كما تعلمين في محيط المنطقة المحاصرة، تعرضت إلى الاختناق بالغاز نتيجة إلقاء قنابل الغاز بشكل مباشر على هذه المدارس، مما أدى إلى رفع حصيلة الإصابات من طلاب اختناق بالغاز عولجوا ميدانيا بعد منع قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف من الوصول إلى هذه المدارس وإخلاءها. الحديث الحصيلة النهائية هي 3 شهداء بانتظار الإعلان بشكل رسمي عن أسماء هؤلاء الشهداء. تم انتشالهم من داخل المنزل الذي تعرض إلى تفجيرات كبيرة، هناك تشوه في صورة الشهداء رحمهم الله. تم التعامل مع 4 إصابات بالرصاص الحي، نقلوا إلى مستشفيات المدينة. 152 إصابة اختناق بالغاز، أغلبهم طلاب مدارس، إضافة إلى 10 تعاملنا معهم نتيجة سقوطهم من ملاحقة قوات الاحتلال وجبهات الاحتلال لهؤلاء الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة. الصليب الأحمر عاجز عن التنسيق لطواقم الهلال الأحمر من أجل الوصول إلى إصابة عند الساعة 7:30. تم إخراج هذه الإصابة، كان إصابة الحديث عن إصابة خطرة، تم إخراجها بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة. قاوم طواقم الهلال الأحمر عدة مرات. يعني كان كطواقم صعب عليكم الوصول إلى الإصابات؟ منعنا وتعرضت إحدى الطواقم لإطلاق قنابل الصوت من أجل عدم الوصول إلى هذه الإصابة، حيث كانت هذه الطواقم دخلت ميدانيا إلى منطقة المحاصرة، ولكن قوات الاحتلال منعتها بشكل مباشر بإطلاق قنابل صوت على الطاقم، مما اضطررنا إلى سحب الطاقم من المنطقة. نعم، كيف وضع الإصابات يعني أخي أحمد؟ هل هي أيضا في المناطق العلوية؟ يعني أحد هذا الشبان إصابة في الظهر، هذا أصيب عند 7:30، حاولنا جاهدين الوصول إليه ولكن لم نستطع الوصول إلا حين انتهاء من العملية التخريبية التي قامت بها قوات الاحتلال للمنطقة. أيضا هناك أحد الشبان شضايا في منطقة الصدر لكن وضعه مستقر، وباقي الإصابات في الأرجل وضعها مستقر. نعم، الشهداء يعني كانوا أيضا برصاص الاحتلال أم بصواريخ الإنرجا بالقصف؟ لأنه في أخبار تتحدث عن ربما بالطائرات المسيرة أيضا تم اغتيالهم، هل يعني تحددت لكم الصورة؟ يعني بانتظار الإعلام بشكل رسمي عن طبيعة الاستهداف، ولكن صور الشهداء مشوهة بشكل كامل نتيجة الاستهداف بالقنابل. يبدو أنه تم استهدافهم بقنابل. المنزل
متهدم داخل الذين كانوا فيه السبان متهدم. لا زالت الأمور داخل المنزل بحاجة إلى تقييم من قبل الجهات المختصة. هناك أجسام مشبوهة داخل المنزل نتيجة تخلفات قوات الاحتلال في هذا المنزل، ولكن بانتظار الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة عن طبيعة الاستهداف. كما تعلمين قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة استخدم الطائرات المسيرة والدرون باستهداف المواطنين والمطلوبين، وذلك باستهدافهم بقنابل موجهة عن طريق طائرات الدرون، وهذا يشكل خطورة على من هم متواجدين في المنطقة بشكل كامل. بالإضافة إلى أنه كما فهمنا عدد كبير كان هناك من جنود الاحتلال، وصل إلى أكثر من 200 جندي شارك في هذه العملية، وهذا يمكن ما قيد عملكم وقوض عملية وصولكم إلى أيضا الشهداء والإصابات. يعني الصحيح جنود الاحتلال عند الدخول إلى البلد في حوالي الساعة 7:10 بداية كان الاقتحام من قبل قوات خاصة مستعربين دخلوا بزي مدني وزي كالمعتاد زي نساء دخلوا إلى المنطقة، وبعد ذلك دخلت قوات الاحتلال من جميع الجهات إلى المنطقة المحاصرة. هناك مئات من الجبات العسكرية وناقلات الجنود توزعوا في محيط المنطقة بشكل كامل، نحكي عن مساحة كيلومتر مربع، كل هذه المنطقة كانت محاصرة. هذا يؤثر على عملنا والوصول إلى المنطقة المحاصرة ومحيط المنطقة المحاصرة، حيث قوات الاحتلال تقوم بمحاصرة المنطقة وتمنع أي شيء التحرك في هذه المنطقة، كذلك الأمر الطواقم الطبية. أخيرا بس، العدد النهائي 3 شهداء أم مرشح للارتفاع؟ يعني الحديث عن 3 شهداء وصلوا إلى المستشفى، لا يوجد أي إصابات خطرة، ولكن كما تعلمين لا زالت المنطقة التي كانت محاصرة في عملية تفقد، وكما تحدثت المنطقة يوجد فيها خطورة. المنزل الذي كان محاصر هو منزل يعني ذات تعقيد، بناية قديمة بحاجة إلى تفقد، لا يوجد إنارة داخل المنطقة، الطواقم المختصة لا زالت تعمل، وكما تحدثت لك أن هناك أجزاء مشبوهة داخل المنزل يتم التعامل مع من قبل الجهات المختصة بحذر خوفا من حدوث أي كارثة لا سمح الله. نعم، الدكتور أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، شكرا جزيلا لك، تحياتي. انت البدل عزمك وطن كفك سيف بدل، والنابلس عنوانها اسمك بطل بيضل. انت البدل عزمك وطن كفك سيف بدل، والنابلس عنوانها اسمك بطل بيضل. مكتوب عشبينك شهد والمرجل زندك وشم والغاصب قدامك وهم ما أسد غيظل رهيب النابلسي أبد بالحر ممنونك بكثيب النابلس أسد. إذن يعني في التطورات وآخر الأخبار للآن يتم إذن التعامل مع هذا الحدث كما قال الدكتور أحمد جبريل في نابلس، لكن نتحول إلى زميلنا الصحفي من نابلس سامر خويرة. سامر صباح الخير، أهلا بك معنا. أهلا ريم، تحياتي لك. أهلا بك. إذن صباح مؤلم كما الصباحات في نابلس دائما هي العنوان وهي الواجهة، وهذه المرة في البلدة القديمة مرة أخرى 3 شهداء حتى اللحظة وعدد من الإصابات، هل اتضحت الرواية سامر؟ صحيح، ما جرى هي عملية مشابهة للعمليات اللي كانت تتم في المرات الماضية. الجيش الإسرائيلي حدد مكان تواجد 2 من المقاومين، حسن قطناني ومعاذ المصري، كلاهما من حركة حماس من كتائب القسام، نفذا عملية قتل 3 مستوطنات قبل نحو شهر في منطقة الأغوار. كانوا داخل منزل في البلدة القديمة في نابلس في حي الياسمينة. السيناريو اللي بتكرر دائما إنه قوات خاصة تدخل إلى المنطقة، تنقل معلومات أولا بأول عن طبيعة المكان للجيش الإسرائيلي، وبتم محاصرة المنزل المستهدف، وفورا تكون القوات العسكرية الإسرائيلية قد
يعني اقتحمت المدينة من عدة محاور، من جهة شارع القدس ومعسكر حوارة، من جهة منطقة الطور وجبل جرزيم، ودخلوا إلى داخل البلدة القديمة، إلى داخل حارة الياسمينة وحارة القريون وحارة الغرب، وطبعا ضربوا طوق عنيف جدا. وأكيد تحدثت مع أحمد جبريل، حتى الإسعاف كان ممنوع أنه يتحرك. واللي صار أنه فورا الجيش الإسرائيلي بيستخدم سياسة طنجرة الضغط هيك تماما اسمها، وبيحاصرهم، بيقطع عنهم أي إمدادات. أيضا بيكون هناك مرات قطع لشبكة الاتصالات وشبكة الإنترنت، ويبدأ بإطلاق القذائف تجاه المنزل. للعلم أنا كنت على الهواء مباشرة في راديو حياة 7:10 تقريبا أو 7:15 تماما، وإذ بانفجار، يعني حتى أنا داخل استديو المعزول سمعته. كان عنيف جدا، وكانت العملية في ذلك الوقت يعني كانت قد بدأت رسميا. هذا بيشير إنه الجيش بيكون قبل هيك. طبعا دخلوا القناصة، دخلوا القوات الخاصة، اتمركز الجيش في كل مكان، يمكن من ساعتين وثلاثة وهم بيدرسوا هذا المكان. الشبان لا شك إنهم وقعوا في كمين محكم، وأعتقد إنهم يعني استنفذوا كل ما لديهم من إمكانيات. كان في محاصرة لمنزلهم، المنزل المتواجدين فيه، صح؟ هم كانوا ثمانية في المنزل؟ لا لا لا، فقط هم 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 الاثنين هدول وصاحب المنزل اللي كان يؤويهم. نعم. فقط هم ثلاثة، واستشهدوا الثلاثة طبعا. صاحب المنزل إبراهيم جبر، ومعاذ قطناني، وعفوا حسن قطناني، ومعاذ المصري. تأكدت الأسماء سامي؟ طبعا طبعا. أنا يعني حسن شفت صورته، أنا بعرفه معرفة جيدة جدا، يعني هم مخيم عسكر. إضافة لمعاذ طبعا أيضا، يعني كان صعوبة جدا بالتعرف على هويته، لأنه القذيفة كانت في وجهه، يعني ما كان في رأس. هو وإبراهيم جبر اللي ساعد على التعرف على إبراهيم جبر إنه كان في هوية في جيبته. حسن كان وجهه واضح، يعني ما كان صعب التعرف عليه، كان جسمه مليء بالشظايا. القذيفة يبدو أصابت معاذ وأصابت إبراهيم بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقائهم شهداء. وطبعا إطلاق نار كان عنيف بكل الاتجاهات، وفي عدد من الإصابات، لكن الحمد لله يعني أعتقد أنه مش كلها خطيرة، لأنه الجيش ركز عمليته هذه المرة على المكان المستهدف بشكل كبير جدا، وعزل البيت بشكل كامل، هاي عزله كامل عن محيطه، واستفرد في الشبان بشكل كامل. سامر، كان في فيديوهات انتشرت عن دخول القوات الخاصة بلباس، يعني كانوا بلباس مدني. نعم، كانوا ثلاث أشخاص. نعم. أحدهم كان يرتدي دشداشة بيضاء وملتحي، وخلفه سيدة منقبة، طبعا هي أيضا عنصر، وشخص ثالث بلباس مدني. كانوا داخلين باتجاه من حارة الغرب باتجاه حارة ياسمينة، وهناك طبعا صورة حقيقية لشخص التقطها لهم، لكن هاي اللقطة أو هاي الصورة أو هذا الدخول بيكون يعني كانوا يعني المرحلة ممكن تكون متقدمة، بيكون طبعا سبقها قوات خاصة أكثر دخلت للمكان، بيكون في قناصة على أسطح البنات. شفتوا أكيد الفيديو للقناص أو القوة الخاصة، هو بلبس اللتام على سطح أحد المنازل. صحيح. ريم، إحنا ما بدنا نبالغ ونضخم، لكن الاحتلال عنده كل إحداثيات للأسف البلدة القديمة. صحيح. واضح. واضح يعني من خلال يعني ودخوله إلى تلك المنطقة ما بيكون دخول عشوائي، وحتى بيقدر يقدر بأي غرفة هم موجودين. صحيح. وهذا الشيء يعني التجارب السابقة اللي صارت مع وديع رحمه الله وقبله العزيزي، وخلالها عشرات الأشخاص. المنطقة أمنيا ليس من السهولة بمكان أنك أنت تسيطر عليها، سهل جدا الاحتلال يدخل ويقتحم وينفذ عمليته، وللأسف ينسحب غالبا يعني بشكل سلس. نعم سامر، يعني يقال إنه هذه المرة أيضا قوة كبيرة كانت من جيش الاحتلال، أكثر من 200 جندي. عادة في المرات السابقة كان هذا العدد، أم هذه المرة الأكثر؟ لا لا، هو تقديرات الجيش في كل مرة، يعني أنت بتتحدث عن ما يقارب 50 آلية عسكرية. هيك يعني درجة العادة، لو بدك تقدري بالأرقام بكل آلية في 6 بتحكي عن 300 جندي. طبعا عدد هائل ضخم جدا. طبعا بيكونوا مقسمين، في بتكون مثلا قطعوا الطريق، في ناس بيكونوا دورهم بوقتوا في اماكن بعيده، في ناس بيكون دورهم يواجهوا مثلا الشبان، في كثير من الوحد اللي بتكون تعمل في الميدان. وبيكون الهدف الرئيسي، برجع باكد، هو عزل
هؤلاء الشبان عن محيطهم بشكل كامل. الآن تم الانسحاب بشكل كامل؟ طبعا انتهت العملية. أول ما قالوا انسحاب كان أمر واضح أنه الانسحاب كان بناء على انتهاء العملية العسكرية. في إضراب كما فهمنا تم الإعلان عنه؟ الآن مغلقة نابلس كمحال تجارية مغلقة بشكل كامل. نعم، يعني طبعا هذه العملية خلفت حتى الآن في تشوه قيل أيضا في وجوه الشهداء سامر، لكن أنتم تعرفتم عليهم، يعني وزارة الصحة تقول أنه في 2 من الشهداء يعني شوهت ملامحهم بشكل كامل. هو أهاليهم، مجرد أنهم أهاليهم يعني وصلوا للمكان كان الأمر سهل، يعني مش صعب أنك أنت تقدر تحددي هويتهم. هذا رصاص حسب يعني هو بالنسبة لأهل نابلس وأهاليهم الكل كان منتظر هذه القصة، يعني بالعامية البلد بتعرفهم يعني. فور ما كان حسن معناته كان معاذ، فور ما كان وين ما كان معاذ كان حسن، يعني كلاهما مع بعضهم البعض. وبرجع بقول لك حسن كان وجهه واضح، يعني مش صعب إني أتعرف عليه أنا شخصيا لما شفت الصورة. لكن هذا رصاص حي سامر، يعني هذا رصاص هذه يبدو أساليب من القنابل اللي بيتم استخدامها، قنابل متفجرة تؤدي إلى تفجر الجسم بشكل كامل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. في حديث عن تشييع جثامين، متى سيكون؟ أنا بعد المستشفى الآن وصلت. نعم الآن ستتضح يعني بعد قليل الصورة. شكرا زميلنا سامر خويرة الزميل الصحفي من نابلس، وضعنا في صورة الوضع. طبعا تواجد كبير الآن أمام المستشفى بعد وصول جثامين الشهداء الثلاثة بعد عملية قام بها الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس. كبروا الصغار يا جمال المنظر رحم الله الشهداء. طبعا ستتضح إذن بعد قليل ترتيبات تشييع الجثامين بالنسبة للشهداء والإعلان عن الأسماء بشكل نهائي. واضح أن في هناك في خبر يعني آخر هجمات سيبرانية تعاني منها بعض المواقع الفلسطينية، المواقع على الإنترنت، من ضمنها موقع وطن. وكما أعلنت وزارة الاتصالات أن هناك أكثر من منشأة فلسطينية تعرضت لهجوم سيبراني يؤدي إلى تعطل الموقع بشكل كامل، حيث تعرضت شبكة وطن منذ أيام لهجمة سيبرانية تستهدف خوادم بياناتها، ما أدى إلى تعطيل متكرر لموقع الشبكة على الإنترنت وعدم التمكن أيضا من الوصول لبياناتها، وهذا الأمر امتد لساعات. هذه الهجمات تعمل على إغراق خوادم المواقع ببيانات لا معنى لها، ما يؤثر على إمكانيتها من تقديم الخدمات بشكل طبيعي للمستفيدين منها. إدارة شبكة وطن أكدت أن الهجمة التي تعرض لها موقعها
تتسابق مع محاربة المحتوى الفلسطيني والإعلام الحر على الشبكة العنكبوتية، إذ قبل فترة تم حذف صفحة وطن عن موقع الفيسبوك. طبعا الطواقم الفنية لدينا تعمل على معالجة آثار هذه الهجمة التي أدت لضعف الوصول إلى محتوى موقعها الإلكتروني وتعطله لمدد طويلة، وطبعا تعبر عن أملها في التغلب على الهجمة في أسرع وقت ممكن والعودة لتقديم خدماتها الإخبارية لمتابعيها. وطني يا زهرة الحقول، يا دمعة العيون، يا قبلة المهداء ومعراج الرسول. وطني يا قصة السلام والحرب والألام، يا شوق كل راحل يشتاق أن يعود. وطني طبعاً احنا يعني عم نتلقى الضربات ضربه تلو الاخرى، يعني هذا العام تحديدا عام 2023 وبنحكي عن اكثر من 100 شهيد، واحنا لسه يعني في اول 4 شهور من هذا العام، بعد استشهاد الشيخ الشهيد خضر عدنان، اليوم مجزره في نابلس، احداث متتاليه متتابعه والحياة تمشي والأمور يعني للأسف الشديد تاني يوم وكأنه لم يحدث أي شيء قبل بيوم. هذا الاحتلال يستفرد فينا، عندنا عجز سياسي كبير لأنه فيش أي أفق سياسي، العملية السياسية توقفت بشكل كامل، بس موجود عندنا تصريحات للمسؤولين باستنكار ما يحدث والتنديد بهذه الجرائم والتلويح بمحكمة الجنايات الدولية. هذه فقط ما يملكها المسؤول الفلسطيني إزاء كل ما يجري بنا، هو استفراد كامل بالشعب، بشعب رغم كل شيء يتوق للحياة، برغم كل شيء يذهب إلى عمله، إلى مدرسته، إلى العامل، إلى ورشته، الموظف إلى مؤسسته. يعني نحاول ما استطعنا إليه سبيل أن تستمر الحياة رغم المنغصات، لكن يعني كل ما يجري بنا منذ بداية هذا العام حتى اليوم، يعني إحنا بنحكي عن انتهاء 4 شهور، أكثر من 100 شهيد، دماء، والآن يعني عملية أسير يضرب عن الطعام ويستشهد إضرابا عن الطعام من أجل الكرامة. يعني هاي لوحدها القضية يجب أن تجوب كل مدن ودول العالم، لا يجب أن تنام قضية الشهيد الأسير خضر عدنان، لأنها حقيقة على مستوى الإنسانية، على مستوى الأخلاق، على مستوى البشرية جميعها، يعني قضية بتخليك تصفن كثيرا إنه إلى أين وصل بنا الحال اليوم من أجل الصمود على هذه الأرض. فما انتهت يعني لسه تبعات استشهاد الشيخ خضر عدنان حتى نستيقظ اليوم على مجزرة جديدة في نابلس. أصبح الاحتلال يقتل بشكل جماعي، يعني إحنا زمان كان الشهيد لما يكون شهيد واحد كانت يعني تستنفر كل البلد، اليوم نتحدث عن 3 و4 و9، يعني في المجازر الذي يرتكبها الاحتلال من أجل أن يصبح الرقم عادي، من أجل أن يصبح يعني اغتيال عدد من الشهداء أمر عادي جدا. فعليا قضية الشيخ الأسير خضر عدنان ما زالت لها تبعاتها أيضا، وبالأمس كان هناك دعوات لمسيرة كبيرة الساعة 6 غضبا للشيخ خضر عدنان، فخرج مئات الشبان في مسيرة وفاء، اسموها مسيرة وفاء للشهيد خضر عدنان ولكافة شهداء الوطن، خرجت بمدينة رام الله، طالبوا بلجم جرائم الاحتلال والرد أيضا على جريمة اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان. انزل على الشارع يا دورك المعدوم، يا خضر يا عدنان، خليت سجانك، طلعوا عن 70 ايام اضرابك، جرهانهم خاسر، الشيخ ما ينزل، طايب ومش شوعان،
احنا اليوم هون موجودين بس بندعي جماهير شعبنا وبندعي القياده وبندعي الفصائل يصير في التفاف اكبر حول القضايا قضايا الاسرى المرضى، قضايا الاسرى ما يصيرش فيها اهمال. اننا نحاول ان نكفر عن قصورنا تجاه الشيخ خضر عدنان، هذا القصور الذي امتد على مدى 86 يوما، وبالتالي نحاول ان نعوض عن ذلك. هذا اولا. الرساله الثانيه هي للاحتلال، لنقول له ان جثمان خضر عدنان سيبقى يؤرقك، وخضر عدنان في حياته يخيفك كما في استشهاده. رسالتنا أننا نقف وقفة عز وإكبار لروح الشهيد القائد خضر عدنان رحمه الله وأحسن مثواه، والرسالة التي نريد أن نواصلها أننا باقون وماضون على عهده وعلى وصيته الخالدة. قصرنا في الشيخ خضر عدنان في حياته، قصورنا أطول منه بالنسبة للشيخ خضر عدنان، ولكن الشيخ خضر عدنان مشى نهج أطلق صرخة، صرخة حرية وصرخة كرامة من أجل الشيخ خضر عدنان ومن أجل كل أسرانا ومن أجل الشعب كلياته. إذا إحنا الشيخ خضر عدنان بدنا نعتذر منه، نعتذر منه بإن ننهج نهجه. يعني إحنا رسالتنا اليوم إنه إحنا لازم من طالب إنه حماية الأسرى في سجون الاحتلال، إنه لما يكون في إضراب وهيك يكون في اهتمام أكبر شعبي ومن المسؤولين، يعني من السلطة. وين دور السلطة في هالموضوع؟ يعني الناس عمال بتموت في الأسر. حتى النصر محفور بأصول الفكر، دا يكبر الزيتون كل شبر بشبر. نعم، يعني نذكر مشاهدينا أن أيضا الأسير الكفيف يعني مجد عمارنا المعروف باسم الشيخ عز الدين عمارنا أيضا يخوض داخل سجون الاحتلال إضراب مفتوح عن الطعام لليوم 11 على التوالي، 11 يوما من الإضراب عن الطعام. يطالب طبعا أيضا الشيخ عز الدين عمارنا بإنهاء اعتقاله الإداري. مش لازم الأسير لما يوصل في إضرابه عن الطعام لليوم 50 أو 60 نستذكره ونسلط عليه الضوء إعلاميا. 11 يوم من الإضراب عن الطعام قضاها الشيخ طبعا عز الدين عمارنا احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري. قاضي محكمة الاستئناف أيضا رفض طلب الإفراج عنه وطرده من قاعة المحكمة بعد تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر جديدة، فما كان منه إلا أنه أعلن إضرابه عن الطعام بشكل فوري. أيضا ناشدت عائلة عمارنا جميع أحرار الشعب الفلسطيني الوقوف إلى جانب خطوات ابنهم النضالية العادلة للإفراج عنه من سجون الاحتلال إلى جانب مئات الأسرى الإداريين. ويل اللي جينا ويل من بأس الزلم، خلي الزمان يقول كم مرة ندم، شاف الظلم من هان عزنود العزم، ورجال عزموا خي العايا اللي افترى، نحن القمح والمي والصبح النيل. طيب نحن الشجر. بعد الفاصل رح نحكي في قضية إضراب نقابة الصيادلة، وهذا الإضراب مهم في كثير من الأمور، بيأثر على المواطن الفلسطيني، بيأثر على توفر الأدوية في المستودعات. لماذا قررت نقابة الصيادلة إنها تصعد من إجراءاتها؟ لكن قبل ما نروح للفاصل بدي أحكي إنه إحنا كان يفترض يكون عندنا ضيفنا وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش للحديث عن ما ورد على لسانه من تصريحات حول النقاشات والمحادثات التي تتم من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي، لكن للأسف يعني بعدها بطل يرد الوزير على الهاتف. لا أعرف، يمكن انشغالات عنده، مع أنه أبدأ استعداده الحديث وأن يكون ضيفنا في الاستوديو يعني عن هذا الموضوع، لكن بعد ذلك
لم يعد يجيب على هاتفه. على أي حال هو كان في له تصريحات بخصوص أنه في نقاشات جادة ومحادثات جادة من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وهذا الحكي مش جديد، من سنتين ونحن نستمع لهذه التصريحات أن هناك نقاشات ومباحثات وحوارات جادة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي مرة أخرى. طبعا ما يحدث من مباحثات ونقاشات هي حول التعديلات، يعني البنود التي يريدون تعديلها في قانون الضمان الاجتماعي واللي كان عليها خلاف في السنوات السابقة، لكن يعني إذا سنحت الفرصة مرة أخرى ليكون معنا وزير العمل في الاستوديو أكيد إحنا رح نفهم أكثر منه الصورة ونفهم إلى أين وصلت هذه المباحثات وأيضا إلى أين ستقود هذه المباحثات. لكن بعد الفاصل سنكون مع نقابة الصيادلة في بيانها الأخير. النقابة تقول نتيجة عدم اعتماد مجلس الوزراء لمسودة الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة ونتيجة تجاهل مجلس الوزراء لمطالب النقابات الصحية الفلسطينية المشكلة بقرارات بقوانين صادرة عن الرئيس عليه، فقد قرر مجلس نقابة الصيادلة وبعد فشل كافة الجهود للحصول على مطالب زملائنا قرروا تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم 8 أيار الساعة 11 صباحا. التفاصيل بعد الفاصل، ابقوا معنا. استرع الجيل وملء الضيف وقليلا ما يكون مهدى السيف في باب القاروسين. أنا عربي والدهر بيشهد، استرع الجيل وملء الضيف وقليلا ما يكون مهدى السيف في باب القاروسين. ما في قوة بذل وجودك بتنسيني أرض شدودك، ما في قوة بذل وجودك بتنسيني أرض شدودك. أنا عربي رحمة وعربي. وطن اف ام 99.2 كلنا للوطن للعلا للعالم ملهو عين الزمن سيفنا والقلم كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. بدنا نعمل أسرع إعلان. يلا بلتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. شو هاد؟ إعلان بلتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه. بلتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. قشطة يا عم سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي الكل كل حدا بتشوفه ببالا جبالك قشطة من البنال أخطر من يلي ببالا القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تعالى
تحدي يا ما شفنا وذقنا ويا ما جربنا بس هيونا عربي دور القشطة دور يا عيني يا عيني على القشطة دور القشطة دور يا ليلي يا ليلي على القشطة دور القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى البينار اختيار كل الدار جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غذي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار تقدر تحكي بات الجيجا فايبر 10 مرات جيجا فايبر بايت بعد ايش لا تكلك 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 ايش تكلك ايش طلقه طلقه وبنزحش لا تكلك 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 ايش تكلك ايش بقطعش بقطعش انا مش ضاوي انا هاوي مش معلق انا محلق طلقه طلقه وبنزحش بتشكلك وقاعد على المكتب بقطعش 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 بالت الجيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199 كرمال الأرض الصمرة وشبين القدس الحرة كرمال الأرض الصمرة وشبين القدس الحرة لا شك ثياب العتمة وضوء بإيد النجمة لا شك ثياب العتمة وضوء بإيد النجمة راجع وبدم الثورة راجع وبدم الثورة شتي يا دنيا حجارة عالمحتل وأسوارة شتي يا دنيا حجارة طيب أهلا بكم من جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم نحييكم من جديد من فترة ونقابة الصيادلة تقود اعتصامات واحتجاجات في إضرابها طبعا نتيجة عدم الاستجابة للاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة وتنفيذ بنودها آخر بيانات النقابة قالت فيها أنها ستنظم اعتصام أو وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم الموافق 8 أيار الساعة 11 صباحا للحديث أكثر عن هذا الإضراب وعن مطالب الصيادلة ونقابة الصيادلة ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ أيمن خماش نقيب الصيادلة أهلا بك أستاذ أيمن أهلين فيك وصباح الخير إليك وصباح الخير لجميع المستمعين تحياتي لك وأهلا بك معنا يعني من فترة والنقابة مضربة خلينا نحكي وأعلنت أيضا عن فعاليات احتجاجية يعني أبرز الأسباب لهذه الفعاليات هو عدم الاستجابة للاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة بالبداية هل لك أن تضعنا في صورة هذه الاتفاقية وفي صورة مطالب الصيادلة التي أدت إلى كل هذه الفعاليات الاحتجاجية أول شيء بحب أكد أنه مجلس نقابة الصيادلة مثل ما هو مهتم بمهنة الصيدلة ومهتم بزملاء وزميلات الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية هو مهتم أيضا بالمواطن وصحة المواطن الفلسطيني وبحب أشكر نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء على موقفها المتفهم للإجراءات النقابية التي اتخذها مجلس النقابة من أجل الحصول على حقوقهم ومناشدة الأطباء عدم التدخل بالإجراءات النقابية
وإحنا كنقابة بنرفض كافة الضغوطات والتهديدات التي تمارس ضد زملاء الصيادلة لوقف استمرار الخطوات النقابية. من مين هذه الضغوطات والتهديدات أستاذ أيمن؟ هناك ضغوطات من أصحاب قرار داخل وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة بتهديدات لمنع الاستمرار في الإجراءات النقابية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. هناك مسودة اتفاقية تم توقيعها مع معالي وزارة الصحة. هاي الاتفاقية تنص رفع علاوة طبيعة العمل للصيادلة بنسبة 30%، 5% تنزل على الراتب و 25% المتبقية تنزل على قسيمة الراتب حتى يتم استقرار الوضع المالي للحكومة. متى تم توقيعها؟ تم توقيع هاي الاتفاقية في 12/3 السنة هاي 2023؟ السنة الحالية صحيح. نعم. على أساس أنه يبدأ تنفيذها متى؟ من شهر 3. من شهر 3. نعم. 3. وهي الاتفاقية تم توقيعها بوجود ممثل عن رئيس الوزراء، وجود جهات ممثلين عن جهات كانت كلفت من قبل سيادة الرئيس لمتابعة موضوع النقابات وأضراب النقابات. هذه المسودة لا يتم اعتمادها في مجلس الوزراء لحد الآن. طيب، كان في حوارات نقاشات قبل ما انكم تفوتوا في الاضراب، يعني انتم في 12/3 وقعتوا الاتفاقيه، لكن يعني من الواضح انكم رحتوا على طول لاغلاق الصيدليات في مواقع وزاره الصحه على الفور. يعني هل كان في قبل هذا الاغلاق وقبل الاضراب اول شيء نقاشات وحوارات مع النقابه، مع عفوا وزاره الصحه؟ على مدى 3 سنوات من سنة 2020 بعثنا عدة كتب لمعالي وزارة الصحة، تم تحديد مطالب سيادة وزارة الصحة، تم عدة اجتماعات مع معالي وزارة الصحة. في تاريخ 24/4/2022 بعثنا كتاب لدولة رئيس الوزراء، حددنا فيه مطالب سيادة وزارة الصحة ومطالب سيادة القطاع العام وأمور نقابية تهم بصحة المواطن، وطلبنا اجتماع مع دولة رئيس الوزراء. لحد اللحظة هاي لم يتم تحديد الاجتماع. طيب، ومن بعد توقيع الاتفاقية؟ بعد توقيع الاتفاقية وتواصلنا مع معالي وزارة الصحة ومع عدة جهات في إحدى جلسات مجلس الوزراء، لم يتم المصادقة على هذه الاتفاقية. يعني هي فقط تم التوقيع عليها ولم يتم المصادقة عليها؟ صحيح. وإحنا بناء على أقوال دولة رئيس الوزراء إنه أي إشكال يجب أن لا نلجأ للإضراب أولا. صحيح. يجب أن نلجأ إلى الحوار ونروح للحوار، وإذا اختلفنا على أرضية الحوار لازم ونضربش. إحنا استبقنا دولة رئيس الوزراء وتعاملنا بالحوار من 3 سنوات، أكثر من 3 كتب تم توجيهها إلى معالي وزارة الصحة، تم عقد عدة اجتماعات مع معالي وزارة الصحة، تواجهنا ووجهنا لرئيس الوزراء بكتاب وطلبنا تحديد اجتماع لإطلاع دولة رئيس الوزراء على مطالب الصيادلة وزارة الصحة ومطالب صيادلة القطاع العام. للأسف لم يتم تحديد الاجتماع، لذلك بلشنا بالحوار من 3 سنوات. واضح أن الحكومة هي التي فرضت ودفعتنا لموضوع الإضراب. يعني واضح كمان من خلال الضغوطات عليكم لفك الإضراب أنه فيش نية أصلاً لتنفيذ هذه الاتفاقية. في تجاهل واضح للنقابات الفلسطينية، هي نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان. نفس الشيء نقابة أطباء الأسنان في نفس اليوم تم توقيع على مسودة اتفاقية لم يلتزم فيها مجلس الوزراء. طيب، شو الفعاليات الاحتجاجية اللي بتكون فيها النقابة الآن؟ الآن في إغلاق للصيدليات في مراكز الصحية، شو لا، إحنا إضرابنا إضراب جزئي، أخذنا بعين الاعتبار المواطن وصحة المواطن الفلسطيني. كيف إضراب جزئي؟ يعني الدوام بيكون من أي ساعة لأي ساعة؟ لا، فيش دوام محدد. إحنا خلال البيانات اللي صدرت عن مجلس النقابة وبرنامج الإضراب كان إضراب جزئي، يعني في بيان مثلا 24/4 طلبنا من مدير مستودعات الأدوية المركزية التنسيق مع مدراء الصيدلة في المستشفيات بتحديد يوم الأسبوع لتزويده في الأدوية. بيان 29/4 كان يوم الأحد 30/4 طلبنا من جميع الصيادلة العاملين في الرعاية الصحية الأولية التوجه
إلى صيدليات المراكز الصحية وصرف الأدوية لجميع المرضى بلا استثناء. بصراحة على هذه النقطة تحديدا أنا خليني أحكي معك أستاذ، لأنه أجتنا شكوى من الهواء لمواطن بده نوعين من الدواء خاصين بزراعة الكلى لطفل، اللي هو يعني راح على الصيدلية وزارة الصحة وقالوا له مش موجود الأدوية بسبب إضراب، يعني الوزارة بتقول بسبب إضراب الصيادلة مش متواجدة الأدوية. هل الإضراب له علاقة بعدم توفر الأدوية الخاصة للمرضى وخاصة مثلا مرضى زارعي الأعضاء؟ ممكن الأدوية بطبيعتها غير متوفرة في مديريات الصحة، بس الأمراض الأساسية الأمراض الأورام والكلى وهيك بتوقع فيش أي مشكلة فيها. حتى الصيادلة اللي قوموا بحل الكيماوي طلبنا منهم حل الكيماوي للمرضى المنومين داخل المستشفيات والأطفال والمرضى حالات الخطرة. لذلك إضرابنا ليس إضراب كامل، هو إضراب جزئي. طيب الآن أنتوا قررتوا تنظيم اعتصام يوم الاثنين القادم؟ صحيح، يوم الاثنين القادم إن شاء الله الساعة 11 راح نتوجه لمجلس الوزراء وبنطالب الحكومة تحافظ على مصداقيتها وأن تلتزم بالمصادقة على مسودة الاتفاق اللي تم توقيعها مع معالي وزير الصحة. كان في وساطات أستاذ أيمن، يعني المكتب الحركي نقابة الصيادلة تدخل وفكيتوا الإضراب يوم واحد، في وساطات من هذا النوع، في تدخلات معينة؟ في تدخلات كان من المكتب الحركي والمفوضية للمنظمات الشعبية، وبعثنا كتاب للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للدكتور عمار الزبيك، أطلعناه على الوضع بالإضافة إلى أشخاص بشكل شخصي تدخلوا في الموضوع هذا. بس واضح أنه مجلس الوزراء يتجاهل الاتفاقية الموقعة أو مسودة الاتفاقية خلينا نعتبرها. نعم، أنتوا هلأ بتطالبوا يتم المصادقة عليها أول شيء وتنفيذها، صحيح؟ صحيح. نعم. لكن يعني الموضوع عند رئاسة الوزراء اليوم. الموضوع عند رئاسة الوزراء. صحيح. شكرا جزيلا لك الأستاذ أيمن خماش نقيب الصيادلة، تحياتي لك وشكرا جزيلا. شكرا لكم. دخلوا دخيلوا دخلك عايشين سوا، ودخل اللي ربع دخله مع دخلي ما استوى. دخلك واللي دخله عالي شو سوا، مسكين يا الوطن من وراهم أكل الهوى. دخلوا لفلف من ورا دخلوا، دخلوا دخلك من وين دخلوا، دخلوا ما وردوا له أهلوا، أهلوا ما شبعوا الخبز قبلوا. شارك شلي حامي يا سمسارة دخله، يا سرسارة دخله، يا سمسارة يا سرسارة. يعني إذا أردنا أن نطلق لقب على هذا العام، هو عام من العام السابق للعام اليوم عام إضرابات النقابات ومطالب النقابات، بعد المعلمين الصيادلة، قبل المعلمين الأطباء، قبل الأطباء المحامين، قبل المحامين المهندسين وما إلى ذلك. يعني واضح أنه يجب إيجاد آلية للتعامل مع النقابات في البلد بشكل عام، يعني آلية من أجل عدم الوصول إلى مرحلة الإضراب أو الإغلاق، لأن المتضرر الأول منها المواطن وخاصة إذا كان شيء يتعلق بالصحة. نقيب الصيادلة قال إنه النقابة أخذت بعين الاعتبار مطالب المرضى والمواطنين، وبالتالي إضرابها جزئي مع توفير الأدوية اللازمة للمرضى، لكن كل النقابات التقت في نقطة معينة وهي توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة أو مع الوزارة المخولة وعدم تنفيذها. يعني بعدوا مع بعض بيعملوا اتفاقية، بحطوا تاريخ وبحطوا بنود وعلى أساس أنه البدء بتنفيذها، لكن بعد ذلك
يتم التجاهل كما وصف الأمر الأستاذ أيمن لهذه الاتفاقية، يعني كلهم بوصلوا لنقطة توقيع الاتفاقية كما حدث أيضا مع المعلمين، توقيع الاتفاقية وبعد ذلك يعني واضح أنه مسألة توقيع الاتفاقية هي من أجل فقط فض الاحتجاجات أو فك الفعاليات، لكن بعد ذلك لا يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. لازم إيجاد آلية للتعامل مع مطالب النقابات غير قضية توقيع الاتفاقيات. عزيزي المواطن، عزيزي الفقير، أمالك في بكرة بتنقص كتير، بتنقص بلادك أراضي وبيوت، وتنقص ولادك تابوت فوق تابوت. حياتك يا فندي حياة ما تساويش، فإيه اللي يكبر جنابك تعيش؟ ده بينك يا باشا وبين الحياة حواجز وشيش خلف شيش خلف شيش. سيناريو العجايب عجيب العجاب، تموت البراءة وتحيا الكلاب، وتصنع مهازل وتهدم منازل وتعمل عوازل ما بين الصحاب. أتاري اللي ميت قاتل الغرام، وأتاري البلد دي بتهوى الكلام. مرة أخرى نقول رحم الله شهداء الوطن الأكرم منا جميعا. نذكر طبعا بخبر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال صباح هذا اليوم في نابلس، وأدت إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد من الإصابات طبعا في البلدة القديمة بنابلس بعد يوم واحد على ارتقاء الشهيد الشيخ خضر عدنان. أسبوع دامي، أسبوع كان مؤلم، أسبوع حزين. نسأل الله تعالى ونأمل أن يكون الأسبوع مقبل يحمل الخير الكثير لشعبنا الفلسطيني المضحي في جميع أماكن تواجده. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، شكرا زملائي في الكنترول، يعطيكم العافية، ومني ريم العماري أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بيع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.